مرحبا، راح نحضر سلطة المشروم والجرجير مع اللبنة. بدنا المكونات التالية للسلطة: جرجير منقطعه شوي منفرمه شوي، خيار مفروم ناعم، لبنة طرية، مشروم مقطع، وبدنا رشة ملح، بودرة التومة، معلقة صغيرة. أول إشي رح نعمله بنخلط الجرجير والمشروم مع بعض. زي ما قلنا رح نخلط الجرجير والمشروم المقطع مع بعض. رح نضيف لإلهم رشة الملح والبودرة التومة، نخلطهم منيح حتى ياخدوا الطعمة. بعد ما خلطناها منيح رح نضيف اللبنة. بتضيفوا قد ما بدكم من اللبنة، زي ما قلنا لازم تكون لبنة طرية. هلأ منبلش نخلطهم مع بعض لحتى يختلطوا كتير منيح. هيك صارت سلطتنا جاهزة وزيناها بالخيار. وصفتنا زاكية كتير، إن شاء الله تحبوها. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير. صحتين وعافية.